أولا شكرا لاستضافتكم أستاذ جبريل في قناة الأخبارية والحديث عن هذا الموضوع المهم جدا. طبعا هذا يصب في دور أو مستهدفات الرؤية في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة ودوره أيضا في تنمية الاقتصاد المحلي. قد يتساءل بعض ما الرابط بين الاثنين، بين تحويل أسهم أرامكو ودور الصندوق؟ وهو الحقيقة رابط كبير. ضم هذه الأسهم هي كمية أصول تعزز من الـ أصول الصندوق وتصنيفه الائتماني، تعزز أيضا موارده، ومع التصنيف الائتماني هذا تعزز قدرته على الاقتراض والتمويل الذكي أو المثالي للقيام باستثماراته في تعزيز المستهدفات الرؤية. تعرف الصندوق لديه مشاريع وخطة استثمارات كبرى في السنوات القادمة حتى عام 2030، وهذه هذا النقل هو جزء من تعزيز الصندوق في قدرته على الاقتراض وأيضا قدرته على تمويل الاستثمارات. بالإضافة إلى أن وجود مثل هذا الصندوق يعزز مصادر الاستثمار ويزيد للقطاع الخاص، أقدر أقول لك هو له دورين، عدة أدوار يساعد القطاع الخاص. أولا هو يرفع مشاركة القطاع الخاص عبر أنه يعطيه يصنع له تمكين في عدة مجالات لم تكن ممكنة. يعني شفنا مثلا شركات في القطاع في الاستثمار من الصندوق استثمرت في الزراعة مثل القهوة، استثمرت في الترفيه، استثمرت في الثقافة، هذه أشياء صنعت لها ممكنات للصندوق. أيضا تعزيز الاستثمارات الخارجية أنها تأتي المملكة بوجود شريك مثل الصندوق أو ممكن مثل الصندوق أو قاعدة اقتصادية يصنعها الصندوق. فالصندوق ليس دوره أنه يحقق عوائد، يعني هو ما هو صندوق تقليدي، هو قدرته أنه يخلق عوائد ومناخ اقتصادي ويخلق الحقيقة حالة ويخلق قاعدة مشجعة للاستثمار في المملكة. طيب القدر الكبير الذي يحمله الصندوق من السيولة ومن وجود الأصول الكبيرة عنده يجعله واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، كيف لا يكون منتظر من أن يكون وراءه عوائد؟ لا، هو منتظر يكون عوائد، لكن ليس فقط يعني دور العوائد. هو أستاذ جبريل، أدوار الصناديق لكل دولة تختلف نوعا ما، أدوار الصندوق السيادي لكل دولة تختلف نسبيا، يعني ليست متشابهة. وهو دوره الحقيقة مميز، يعني دوره أنه يستطيع، هو ليس دوره أنه يدخر وليس دوره أنه فقط أنا أقول يحقق عوائد، بالعكس هو متنوع الأدوار. هو وظيفته أنه يخلق تنوع في الاقتصاد، تنوع في البيئات الاستثمارية، تمكين في بيئات كثيرة، في بيئات استثمارية لم تكن يعني ممكنة، وخلق قاعدة لها. وهذا دور الحقيقة لم أجد صندوق سيادي في العالم يقوم بهذا التنوع. طيب سمو ولي العهد في 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 بيانه كان يؤكد على أن أيضا الدور المنتظر من صندوق الاستثمارات العامة مع تنمية هذه الأصول لديه وتعظيمها أن يكون له الدور في تحقيق المستهدفات. يعني هو احنا ما شاء الله حققنا مستهدفات كبيرة جدا قبل أن نصل إلى بعض السنوات المنتظر أن نصل إليها. صحيح، يعني مثلا الإسكان وصلنا لأرقام المستهدفات، أشياء كثيرة يعني وصلنا لها فعلا، ولكن أيضا الطموح كما ذكر سيدي ولي العهد، سمو سيدي ولي العهد، أننا طموحنا إلى السماء. فلدائما تجد هناك كل ما وصلنا المستهدف يكون هناك رغبة أخرى ودخول. مؤخرا دخول فوز المملكة في إكسبو هو تتويج للأهداف السعودية في عام 2030، وقريبا سنسمع عن رؤية 2040، والمستهدفات مستمرة أستاذ جبريل. يعني مثلا صندوق الاستثمار يقود مثلا استثمارات في الداخل وفي الخارج في الطاقة المتجددة، وخلق كيان جديد كبير عالمي في الطاقة المتجددة كما خلقت المملكة سابق من 40 سنة. فبالتالي احنا نقدر نقول انه دور الصندوق في هذه المستهدفات حركة لا تنتهي من واضح التنمية واضح والتطور. وجود الصندوق أيضا مازن، واضح وجود الصندوق أيضا فيما سمعناه من أرقام كبيرة في موضوع لب الأخير والاتفاقات التي صحيح كانت توقع. صحيح صحيح، سواء في اللب من ناحية تقنية، وراح أيضا مع التطور التقني مثل دخول الذكاء الصناعي ولا آخره، متأكد أنه راح نسمع تطورات أخرى الصندوق راح يبادر في صنعها مستقبلا. مازن السديري، اهتمام المملكة. مازن السديري كاتب اقتصادي ولكن هو أيضا مستشار لدى واحد من أكبر البنوك السعودية. دعني أسأل سؤال شوية يعني ربما يرتبط بك أنت كمتابع لسوق الأسهم. تحدثت كثير من وكالات الأنباء العالمية قبل ما يقارب الشهر أو أقل عن أن هناك نيات لدى صندوق الاستثمارات العامة، لدى شركة أرامكو، لدى كذا، بأن تطرح أسهم جديدة لأرامكو
في الأسواق، هل هذا قرار ولي العهد اليوم يسوق إلى ذلك أو أنه لا علاقة للأمرين في بعضهما؟ لا أعتقد أنه في علاقة للأمرين ببعضهما، يعني لم يوجد شيء رسمي. هذا النقل واضح أنه يعزز القوائم المالية للصندوق وتصنيفها الائتماني. أما بيع الأسهم سبق أنه تكلمت، يعني تكلم كان هناك حديث عن بيع أسهم في أرامكو كان موجود، لكنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، فلا نستطيع أن نربط ربط مباشر. الله يعطيك العافية. في المستقبل لكن لا نستطيع أن نربطه حاليا. الله يعطيك العافية الكاتب الاقتصادي والاستشاري الاقتصادي المعروف مازن السديري، كان معنا على الإخبارية عبر الهاتف.